هو المدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بالعياد. صباح الخير سيدي، وشكرا على تلبية الدعوة. صباح الخير وأشكركم كذلك على الاستضافة. بداية سي بالعياد، دور الصندوق الوطني للسكن وتقريب هذا المفهوم من المواطن الجزائري. الصندوق الوطني للسكن هي مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري، ولكن هي تقوم بتمويل السكن بجميع صفاته. نقوم بتمويل السكن الاجتماعي، السكن البيع بالإيجار، وكذلك الإعانات المسطرة في برامج الدولة كإعانة الريفي أو السكن التساهمي، وكذلك البيع بالإيجار. تطوير السكن. سي بالعياد، حصيلة 2014 ماذا تم تقديم فيها من طرف هذا الصندوق؟ سنة 2014 قمنا بتسديد تمويل السكن بجميع صفاته بمستوى 548 مليار دينار. السكن الاجتماعي كان له حصة الأسد ب 335 مليار دينار. السكن الريفي 153 مليار دينار جزائري. والصيغات الأخرى كما البيع بالإيجار، لأن كنا في هذا كنا انطلقنا في المشروع هذا جديد نتاع 50,000 و 100,000، صرفنا 32 مليار. في التساهمي والإعانات الأخرى كترميم السكنات القديمة صرفنا كذلك ما يقارب 16 مليار دينار جزائري. هذه هي حصيلة 2014. نعم، وممكن حصيلة الثلاثي الأول من السنة الجارية؟ لو تكلمنا عن الحصيلة الأولى من السنة الجارية، إلى يومنا هذا، إلى 31 مارس، صرفنا 136 مليار دينار جزائري. تقسم على 83 مليار في السكن الاجتماعي، 34 مليار في إعانات السكن الريفي، 11 مليار في البيع بالإيجار، و3 ملايير في سكن الترقوي المدعم. نعم أستاذ أحمد بالعياد، عادة ما يختلط الأمر على المواطن الجزائري حول كيفية الاستفادة من هذه الإعانة، وممكن الصيغ التي تمسها إعانة الصندوق الوطني للسكن. لو نحضر على شروط الاستفادة من الإعانة، هي محددة في مرسوم، وهي كالتالي: ما لازمش الزوجين يكون عندهم مدخول يفوق 108 ألف دينار، يعني 10 ملايين و 800. كذلك ما لازمش يكونوا استفادوا من إعانة تاع الدولة للسكن بأي صيغة كانت. الثالث: ما لازمش يكون لهم سكن أو قطعة تراب للبناء. هذو هما الشروط المحددة لكيفية الاستفادة من السكن البيع بالإيجار أو السكن الترقوي المدعم أو التساهمي كما سموه بالتسمية القديمة أو الريفي. نعم، مقدار الإعانة ممكن في مختلف هذه الصيغ. في البيع بالإيجار 70 مليون لكل المواطنين بدون استثناء. في الريفي عندنا زوج، عندنا نوعين من الإعانات. ولايات الجنوب يستفادوا بمليون دينار جزائري، يعني 100 مليون سنتيم، والتي تم رفعها مؤخرا. تم رفعها في سنة 2014، وتعلول كانت ربع ولايات أقصى الجنوب، ومن بعد شملت 10 ولايات تاع الجنوب. والولايات الأخرى يستفادوا من 70 مليون كما المواطنين الأخرين. أما في الترقوي المدعم أو التساهمية كما يعرفوها الجميع المواطنين، كاين اللي يستفاد قل من ربع خطرات، يعني قبل من 7 ملايين و 800 يستفاد ب 70 مليون، واللي بين 7 ملايين و 200 و 10 ملايين و 800 يستفاد ب 40 مليون. هذو هما الإعانات اللي الموجودة في الوقت الراهن. منذ إنشاء هذا الصندوق كم تم صرفه من أموال مخصصة؟ نعم، أكثر من 1300 مليار، بلوس دو 2000 مليار دو دينار توت فورم كونفوندي. لأن السكن في 1992 لما أنشئ كان عندنا يعني نوع واحد فريد، يعني نمدوا إعانات للمواطنين لا تفوق
10 ملايين. من بعد في 95 درنا التطوري اللي معروف عند المواطنين التطوري اللي كان يبدا ب 20 مليون ومن بعد طلع ل 30 مليون ومن بعد 40 مليون وفي 2002 طلع ل 50 مليون. في 98 بدينا نمولوا السكن الاجتماعي. مولنا السكن الاجتماعي الى يومنا هذا نمول السكن الاجتماعي. في 2001 بدينا نمولوا البيع بالايجار 55 الف سكن الأولى عن طريق خزينة الدولة، يعني الأموال تجي من خزينة الدولة. وكذلك في 2002 بدينا كذلك بالريفي بالسكن الريفي. هذا هو التطور نتاع تمويل السكن اللي يقوم به الصندوق الوطني للسكن. نعم، تمويل السكن الاجتماعي يعني كان غائب ممكن على أذهان جميع الجزائر، كيف يتم ممكن دعم السكن الاجتماعي؟ السكن الاجتماعي يجي من خزينة الدولة. قبل 97 كان دائما ممول من طرف لابونك ناب اللي الناس تعرفها كلها، ولكن القروض كانت مضمونة من طرف خزينة الدولة، يعني من طرف الدولة. بعد 97 ولا التمويل كامل يجي من عند خزينة الدولة إلى يومنا هذا. نعم، مؤخرا انخفاض أسعار البترول تخوف المواطنين من ممكن تقليص حجم المساعدات التي تقدمها الدولة في مجال السكن. هذا مش وارد خلاص، يعني سياسة تقشف لن تمس الصندوق. هذا مش وارد خلاص في الوقت الراهن، لأن المشاريع اللي راهي في طور الإنجاز تبقى تتمول بصفة عادية. كذلك البيع بالإيجار، أنتم راكم تعلموا باللي ممول 100,000 سكن بيع بالإيجار ممول من طرف قروض بنكية، ولكن الزنتيري سون بري اون شارج بار تريزور بوبليك من الخزينة العمومية، وما في حتى مشكل في تمويل السكن أو إعانات الدولة، وما كان حتى تغيير إلى حد الآن. نعم، إذا الأمور هي كما في السابق أمور عادية جدا. هي أمور عادية جدا. أستاذ أحمد بلعيات المدير العام للصندوق الوطني للسكن، مؤخرا كان فيه وقع جدل فيما يخص مستفيدين من صيغة السكن عدل، شهادة السلبية التي كان ذكرها الوزير بحيث أنه سيتم إدراجها في الملف بعد دفع الشطر الثاني. ما تعليقكم حول هذا الموضوع، يعني هذا الخلط الذي وقع المواطن الجزائري فيه؟ هو ما كانش خلط خلاص، لأن المرسوم اللي حدد كيفية وشروط الاستفادة بهذا السكن، في الشروط كاين بنت اللي يقول باللي أن الزوج أو الزوجة لم يكن لهم سكن خاص اللي ما كانش استفاد من الإعانة تاع الدولة، لأن مواطن جزائري أو مواطنة جزائرية قدرت تشتري عند الخاص عند الخواص، وهذه ما تدرجت في البطاقية الوطنية لوزارة السكن. ولذا احنا باش ما نتعبوش المواطن باش نروح نقول له جيب لي بطاقية سلبية من المحافظة العقارية، وهذا قمنا بها منذ سنين، درناها في التساهمي، درناها حتى في راح نديروها في البيع بالإيجار، لأن الملفات هذا وين وصلت باش نبعثوها نراقبوا في البيت عند المحافظات العقارية. وهذا عمل يعني منصوص عليه والناس أكل دارية بالقانون هذا، لأن هذا شرط من الشروط المحددة قانونا، ما في حتى أنا نظن بلي ما في حتى التباس. الفرق ما بين السلبية والبطاقية الوطنية للسكن؟ البطاقية الوطنية للسكن هي فيها جميع المشاريع أو جميع أطر السكن اللي تمولت وأنجزت من طرف وزارة السكن. السكن الاجتماعي، الإعانات التي منحت من طرف وزارة السكن، السكنات اللي تباعت كذلك في ظل قانون 81-01 اللي كانت تابعة لدواوين الترقية والتسير العقاري، هذه كل موجودة في البطاقية الوطنية لوزارة السكن. ولكن الأملاك الشخصية ما عندناش عليها علم، كاينه غير مديرية أملاك الدولة اللي عندها معلومة على هذا النوع من الممتلكات. أي نوع من الممتلكات؟ الممتلكات الخاصة، لأن واحد راح شراء مثلاً يعني واحد شراء من عند مرقي عقاري دار، والله شراء من عند مواطن اللي كان استفاد، والله كانت عنده ملك نتاع لوبيجي اللي شراه في عملية تنازل عن أملاك الدولة، شراء دار وراح باعها لواحد خاص. هذه العلاقات كلها
ما عندناش عليها معلومة على مستوى وزارة السكن. ولذا احنا باش ما نتعبوش المواطنين نطلبوا من الحفظ العقاري باش يعطينا المعلومات والكيفيات، واللي عنده ربي يعطيه، ولكن اللي ما عندوش طلب السكن راه كثير بزاف، وحنا حبينا باش المواطن اللي يحتاج يدي السكن نتاعو، يعني ما كان فيها حتى حرج. مسألة الذين يعني ورثوا أملاك كذلك هم كذلك نرفعوا التباس. صح، اللي عنده ورث خاص ما عندوش الحق، ولكن اللي عنده ورث في الشياع عنده الحق باش يستفاد، وهذا عمره ما أقصي. اللي يعود في الشياع قطعة أرض أو ملك يعني مبنى داكو، ما عنده الحق لما يكون في الشياع، اللي ورث خاوة ثلاثة خاوة ولا أربعة خاوة في دار خلاها لهم بيهم ولا جدهم، عندهم الحق باش يستفادوا من الإعانة نتاع الدولة. اللي عنده ملك خاص ورث ملك خاص وحده هذاك ما عندوش الحق، كما هو كما اللي شرى دار من عند خاص ولا من عند مرقع عقاري خاص. هذه الشروط اللي تسمح للمواطن باش يستفاد من سكن. نعم، استراتيجية الدولة واضحة في مجال السكن، هو ضمان السكن لكل المواطنين الجزائريين، لكن مع تزايد الكثافة السكانية عمر الشباب كذلك نسبته في تزايد، كيف يتم ممكن التنسيق أو وضع استراتيجية من أجل التفكير حتى في الأجيال القادمة حتى تجد أين تسكن؟ ولكن نظن وزارة السكن منذ عام انطلقت في عملية إحصاء طلبات السكن بجميع أنواعها، على بالنا بلي دوك في لاديال البيع بالايجار كاين 600 الف طالب سكن اللي راهي دوك متواجده عند وكاله عدل. كذلك كاين قريب 700 الف طالب سكن اجتماعي اللي يسموه بالسكن الاجتماعي. في الريفي كاين نفس العدد، وهذه وزاره السكن قامت مع البلديات ومع الولايات باش بإحصاء جميع طلبات السكن، وذكا عندنا وكذلك صفينا حتى في الطلبات، قامت وزارة السكن بتصفية هذه الطلبات اللي كانت عنده إعانة، اللي كانت عنده استفاد من سكن من قبل، هذو كل تنحاو وصلنا للحصيلة هذه ذكا الوقت. يعني العدد الحقيقي لا أعلمه، ولكن على بالي بلي كاين عدد راهم محدد على جميع 1541 بلدية اللي في الجزائر راهي محصية على من وزارة السكن. نعم، استفادة المواطن من الصندوق الوطني للسكن ممكن بعد حصوله على المبلغ، هل فيه متابعة؟ هل فيه لجان يعني تخرج للميدان حتى ترى إن كانت عملية الاستفادة هذه طبقت في الميدان؟ احنا مديرين وسائل، احنا عندنا في السكن الريفي عندنا مديرية السكن هي اللي تراقب مدى إنجاز السكنات الريفية. في التساهمي عندنا كذلك مديريات السكن اللي تراقب السكنات وإنجازها وطرق إنجازها. كاين بعض المشاكل في التساهمي مع بعض المرقين، وهذا يعرفوا العام والخاص يعني باللي كاين مشاكل، ولكن الوزارة أخذت تدابير باش تتابع هذا المرقين العقاريين اللي ظلموا المواطنين وعطلوا على المواطنين لإنهاء هذا المشكل نهائيا. كيف يتم التعامل مع هذه المشاكل؟ الوزارة تقوم حتى باش تنحي لاغريمون للمرقي العقاري اللي ما يقومش بالواجب نتاعو، وكاين إحصاء اللي قامت به الوزارة، ونظن العدد لم أعرفه يعني ما نقدرش نعطي لك بالتحديد عدد المرقيين هادو اللي ظلموا المواطنين أو اختلسوا أموال المواطنين باش يتابعوا ويتنحلوا من لاغريمون ما يجدوش. كانت فيه سحوبات؟ كاين سحوبات، راح تقوم الوزارة بسحوبات، ولكن لازم ندقوا. كذلك المرقي العقاري يقدر يكون عنده مشاكل اخرى، قال طولوا له في رخص البناء ولا حاجه. كل حاله هل يتحجج المرقين بارتفاع اسعار البناء؟ يتحجوا، ولكن نظن باللي سياسه الوزاره كذلك سمحت لهم، لان كاين تخفيض على سعر التراب لما نبيعوا لهم في التساهمي، وكذلك نخليوا لهم مساحات لانجاز محلات تجاريه اللي بيعوها، وهكذا يقدروا يبيعوا بسعر محدد من طرف الدولة. دوكا في الوقت الراهن في السكن الترقوي المدعم، السكن راه يلحق حتى 300 مليون 310 ملايين. هذا الأسعار هذه هو المواطن يسلك عنده الإعانة نتاع الدولة تاع 70 مليون، ولكن المرقي يدير الفوائد كذلك في البيع نتاع المحلات التجارية،
احنا على بالنا بالمحلات التجارية تباع في بعض المدن بأسعار باهظة. نعم. المدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعيات، شكرا لك على تلبية الدعوة. الوقت مر بسرعة وكنا نود طرح العديد من الأسئلة لكل من تتابعنا وفاته عدد اليوم من مستمعي الإذاعة الجزائرية. ما عليكم سوى التواصل معنا عبر موقع الإذاعة www.radioalgerie.dz. الشكر لزملاء إذاعة النات ولمنسقة ركن ضيف الصباح فاتحة عوامر. إلى الملتقى.